فإذن الانفتاح، ولكن الانفتاح المخطط، الانفتاح الممنهج الذي يعرف ما يريد. ولذلك حينما تكون لنا هذه المرجعية وننفتح عن الآخر، إذن لا يبقى هناك أي تحفظ أو خوف من الآخر، من أن الآخر مختلف عنا أو الآخر متفوق علينا أو إلى آخره. لا، ليس هناك أي تفوق للآخر، لأن هذه الحضارة التي نعيشها الآن والتي توسم بأنها غربية، والتي أصبحت توسم أو تريد أن توسم بأنها كونية، هي ملك للإنسانية جميعا. نحن ساهمنا فيها بقدر ما وبكيفية ما وما في تاريخنا عبر تاريخنا الطويل. ولذلك فالعلوم الاجتماعية الآن التي نقول بأن مفاهيمها غربية وأنه ينبغى أن في الثقافة والاختلاف نحو مقاربة سوسيو ثقافية نقدية للمسألة النسائية، الصادر عن المركز الثقافي للكتاب سنة 2018 بالدار البيضاء وبيروت. الفكرة الأساسية التي يتمحور حولها الكتاب ألا وهي أن المسألة النسائية بما هي جزء من المسألة الاجتماعية العامة يعتبر المدخل الثقافي من بين أهم المداخل الأساسية لمقاربتها وفهمها بشكل علمي دقيق. وأقصد بالثقافة هنا منظومة القيم والتقاليد والأعراف والقيم والمعتقدات السائدة في مجتمع معين محدد في الزمان والمكان. ذلك أنه عبر أساليب ومؤسسات وفضاءات التنشئة الاجتماعية مثل الأسرة والمدرسة والشارع ووسائل الإعلام ومختلف المؤسسات الاجتماعية الأخرى، عبر هذه المؤسسات تتم عملية التنشئة الاجتماعية للأجيال الصاعدة، وهكذا يتشرب كل فتى وكل فتاة، أي كل مواطن في المجتمع، منظومة متكاملة من القيم ومن التصورات ومن نظرة إلى الذات والجسد والعالم والآخر ومن السلوكات المختلفة، فتتكون لديه ثقافة خاصة بالنسبة للمسألة النسائية، تتكون لدى الفتاة ثقافة. يدخل هذا النشاط اليوم في إطار تقديم كتب المؤلفين والباحثين والعلماء ليفيد منها الطلبة الباحثين في الدراسات الإسلامية على الخصوص، وطلبة الكلية بصفة عامة، وحتى لا يبقى الباحثون في الدراسات الإسلامية متقوقعين على العلوم الإسلامية البحثة فقط، ولكن يستفيدوا من مناهج الآخرين، مناهج في العلوم الاجتماعية، مناهج في علم النفس، مناهج في علم التاريخ، مناهج في الفلسفة، لأن طبيعة العلوم الإسلامية طبيعة منفتحة في حد ذاتها، هي منفتحة على كل المناهج. فهذا هو الذي نركز عليه في إطار هذه اللقاءات العلمية التي دأبنا منذ سنة أو سنتين تقريبا من في تقديمها والتعريف بجهود الباحثين والعلماء في هذا البلد السعيد. فاليوم استضفنا عالما كبيرا من علماء الاجتماع في المغرب وله شهرة عالمية، وأحببت أن يتعرف عليه حتى طلبة المغرب، لأنه في المغرب غير معروف بشكل كبير، فأحببت أن نعرف بعلمائنا.